وعلى آله وصحبه وسلم دائما كثيرا. الأخ يقول: رجل عنده أرض ينتظر بها زمن الغلاء، هل يزكيها كل عام؟ زكاة الأراضي على أربعة أقسام، زكاة الأراضي على أربعة أقسام. القسم الأول أن يشتري الأرض ويعدها للتجارة، فهو يبيع ويشتري ويشتري ويبيع. هذه الأرض تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، فمتى ما حال عليه الحول وجب على صاحبها زكاتها. القسم الثاني أن يعد الأرض للسكنة أو يعدها لحفظ المال، فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها عدة أعوام. القسم الثالث أن تكون النية مترددة بين البيع وبين السكنة، أو تكون النية متمخضة للبيع بقصد التخلص من الأرض والاستفادة من قيمتها في شيء آخر، فهذه لا زكاة فيها. القسم الرابع أن يشتري الأرض ويستبقيها بقصد انتظار زمن ارتفاع قيمة العقار، وهو لا يريد بيعها، وهو لا يريد بيعها ولا أراد يبيعها، لما بويت ولا اشتريت، ولكنه ما عدها للسكنة، وإنما يريد انتظار زمن الغلاء، فهذه الأرض لها صورتان. الصورة الأولى أنه لا ينوي بيعها أصلا في هذا الوقت، ويقول متى ما حان وقت ارتفاع الأسعار بعتها، فهذه على الصواب لا زكاة فيها حتى يبيعها، وإذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. الصورة الثانية أن ينتظر بها زمن الغلاء، ولكن يقول أنا أنوي للتجارة، بمعنى لو جاء شخص الآن وأعطاني بها مكسبا بعتها، لأن ينوي للتجارة، ما أعلم يعني من نفسي أنني لن أبيعها، بل سأبيعها فيما لو جاء شخص وأعطاني بها مبلغا وأنا أنوي بها التجارة، فهذه على الصواب يزكيها كل عام، فهذه على الصواب يزكيها كل عام، لأن قد عدت التجارة في الوقت الحاضر، ولكن قد يأتي وقد لا يأتي. كثير من الناس اليوم لا يفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، ويخلطون بين الأمرين، فمن عنده أرض يريد بيعها والاستفادة من ثمنها، فهذه لو حال عليها عدة أعوام لا زكاة فيها كما تقدم. تختلف هذه الصورة عن رجل اشترى الأرض ليتكسب من ورائها، كذلك من استفاد أرضا من ميراث، أو استفاد أرضا
أو استفاد أرضا من هبة، فهذه الأرض لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول ولو وضعها في الحراج ليبيعها، وحال عليها الحول لا زكاة فيها، ومتى ما باعها أيضا لا زكاة فيها، إنما ينتظر حلول الحول على ثمنها. أما بالنسبة للعقارات كالسيارات والبيوت المؤجرة ونحو ذلك فهذه لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في ريعها، فيضم المال في نهاية العام مع مال يزكي ما عنده، وما ليس عام مع مال يزكي ما عنده، وما ليس عنده لا زكاة فيه. ومن هذا زكاة أصحاب المطاعم، نحن نعلم أن المعدات في المطاعم لا زكاة فيها لأنها ما أعدت للتجارة، إنما الريع هو الذي يزكى، فيضيف الريع إلى ماله ويزكيه. إذا لم يكن عنده شيء في نهاية العام ما عليه زكاة، لأن الغزاة المعدة في المطاعم والأواني وما شابه ذلك هذه لا زكاة في عينها لأن ما أعدت في ذاتها للزكاة للبيع والتجارة، إنما استفاد منها لريع. نعم.